الاراده السياسيه امنت انه ثم تعويل على الذات وخلصنا باش نخلصوا. احنا اليوم نهار 30 سبتمبر الاحصائيات هذه هبطت البارح في الليل من البنك المركزي التونسي، خلصنا من اول العام حتى 30 سبتمبر 7677.7 مليون دينار بالضبط، ما نتعطيك الرقم، من جمله 8945 مليون دينار مقرره في قانون الماليه لسنه 2023، النسبه تجي 85.8% بالضبط، وبالتالي 86% هذا نهنيو به التوانسه، ما خديناش كريديات، بالعكس الاقتراضات الخارجيه نقصت بنسبه 52.6%، الاقتراضات الداخليه نقصت تقريبا في حدود 1000 مليار. العباد تاكل في الماكلة عادي، الدعم ما نقص بالعكس زاد، صحيح عندنا مشاكل لكن مش مربوطة بأنه الدولة ما خسرتش الاعتمادات، الاعتمادات زادت والكميات زادت، عندنا مشاكل أخرى ممكن نتطرق عليها. الوضع العام اليوم مطمئن. بالنسبة لسؤال سيادتك الأولاني اللي انطلقنا به الحوار، المؤشرات، المؤشرات الموارد الذاتية زادت 6.6%، مخلصين ديوننا تقريبا بالكامل، مازال عندنا قسط وحيد 700 مليون اورو يظلي باش يخلص في اكتوبر ابارامون، ونكون وكيك سكرنا الموضوع ما تعثرناش كما تكهنوا لنا برشا عباد توانسه مع الاسف، اللي هو شيء معناها بصراحه مزعج، معناها مش تو كان جا واحد معناتها خاطر توا وكاله التصنيف قالوا لي احنا باش نتعثروا عليه باش نمشيوا للكاسه، هو يقول لك راك ماكش باش تخلص، باش يقول لك برا مشي خوذ من عند فلان، تو كي تاخذ من عنده تخلص، هو راهو نتا يخدم معاه هذاك، من كلهم يخدموا بعض. بالتالي تونس ما تحطش فيها اللعبه هذيك. دوك احنا بالنسبه برشا ناس يقول لك لا راهو خذينا اقتراضات داخلي، داخلي هذاك اللي رقعنا به روحنا، لا بالعكس طاحوا من في اخر جوان مثلا، طاحوا من 5000 ل 4500 الاقتراضات الداخليه. وسددنا زاد ما عملنا جدول، وهاوك الارقام في وزاره الماليه موجوده. الاقتراضات الخارجيه طاحت من 5400 ل 2700. نعطي فيك في لمحه عامه.